بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية، والتي سنخصصها اليوم لدرس في الإملاء، ألا وهو همزة الوصل والقطع. كنا تحدثنا في المراجعة عن أنواع الهمزات، فالهمزة التي تأتي وسط الكلمة نسميها الهمزة المتوسطة، والهمزة التي تأتي في آخر الكلمة نسميها الهمزة المتطرفة، ورأينا كيف نكتبها، والهمزة التي تأتي في أول الكلمة تسمى بهمزتي الوصل والقطع. إذن لدي نوعان، وهي الوصل والقطع، وأيضا همزة الوصل والقطع كنت قد رأيتها في السنتين الرابعة والخامسة. إذن في هذا الدرس أو في هذه الحصة إن شاء الله سنتعرف كتابة الهمزة أول كلمة بنوعيها، هل هي همزة قطع أم همزة وصل، ثم نستنتج استنتاج أو قاعدة لكيفية كتابة هاتين الهمزتين الوصل والقطع التي تكونان دائما في أول الكلمة. إذن أولا نبدأ بفقرة أقرأ وأفهم. إذن سنقرأ هذا الجدول، نحاول أن تقرأ هذا الجدول وتلاحظ ما يعني كيفية كتابة الهمزة في هذه الكلمات وما نوع هذه الكلمات. نحاول أن توقف الفيديو عزيزي التلميذ ولاحظ الجدول واستنتج يعني ما نوع الكلمات وكيف كتبت هذه الهمزات. إذن أوقف الفيديو وبعد ذلك أكمل. إذن لاحظ عزيزي التلميذ، ما نوع كلمات العمود الأول أو الخانة الأولى هنا؟ إن، أن، إلى، أو، أم، إذا. ما نوع هذه الكلمات؟ نعم، جيد، أحسنت. إذا نوع هذه الكلمات هي حروف، هي حروف. إن، أن، إذن هذه نواسخ حرفية. إلى، هذا حرف جر. ثم أو، أم، هذه حروف العطف. ثم إذا، حرف ناصب، أو إذا من أدوات الشرط. إذا هذه الكلمة الأولى هي عبارة عن حروف. الآن ننتقل لكلمات العمود الثاني. لاحظ جيدا، انتقل، استعمل، أمر، أكرم، أضرب، اضرب، أكرم، أكرم. إذن ما نوع هذه الكلمات؟ نعم، جيد، أحسنت. إذن نوع هذه الكلمات هي عبارة عن أفعال. إذن هي أفعال. ثم كلمات العمود التالي، تلاحظ، انتقال، استعمال، أمر، إكرام. إذن ما نوع هذه الكلمات؟ جيد، أحسنت. إذن هذه الكلمات عبارة عن مصادر. إذن عبارة عن مصادر. الآن نرجع للعمود الأول، لاحظ كيف كتبت الهمزة، هل هي همزة وصل أم همزة قطع في هذه الحروف؟ إن، أن، إلى، أو، أم، إذا. نعم، إذن كتبت همزة قطع. إذن همزة القطع هذه هي همزة القطع، هذه نسميها همزة قطع. إذن كي تفرق بين همزة القطع والوصل، إذن هذه نسميها همزة قطع، وهذه تسمى همزة وصل. إذن هذه نسميها همزة قطع، وهذه نسميها همزة وصل. إذن هذه تلاحظونها كثيرا في الشمسية أو القمرية، إذن دائما تكتب همزة وصل. ثم في الأفعال مثلا استخرج مثلا، تجد هذه الهمزة وهي همزة وصل. إذن
إذن لاحظ جيداً في الحروف، إذن كلها كتبت بهمزة القطع. نعم جيد، أحسنت. إذن في الحروف كتبت بهمزة القطع. الآن لاحظ الأفعال: انتقل، استعمل، أمر، أكرم. إذن ما نوع الهمزة هنا؟ إذن لاحظ. نعم جيد، أحسنت. إذن تارة تكتب همزة وصل، وتارة أخرى تكتب همزة قطع. بمعنى في الأفعال ممكن أن نكتبها همزة وصل وممكن أن نكتبها همزة قطع، بمعنى ليست لدينا، ليس لا تكتب كلها إما بهمزة قطع أو بهمزة وصل. إذن لدينا بعض الأفعال نكتبها بهمزة الوصل وأفعال أخرى تكتب بهمزة القطع. إذن سنرى متى نكتبها قطع ومتى نكتبها وصل. ثم ننتقل للمصادر. لاحظ المصادر: انتقال، إذن لاحظ همزة وصل، استعمال، همزة وصل، أمر، إذن همزة قطع، إكرام، همزة قطع. إذن أيضا في المصادر تارة تكتب همزة وصل وتارة أخرى تكتب همزة قطع. إذن متى نكتب همزة الوصل ومتى نكتب همزة القطع؟ قبل ذلك لابد أن نذكر بما الفرق بين همزة القطع وهمزة الوصل. إذن همزة، تابع معي جيدا، همزة القطع تنطق وتكتب دائما. إذن همزة القطع تنطق وتكتب دائما أينما كانت، في أول الكلام أو في وسطه. إذن تنطق وتكتب دائما. أما همزة الوصل فتنطق وتكتب فقط إذا كانت في أول الكلام، وتكتب ولا تنطق إذا كانت في وسط الكلام. إذن أعيد: همزة القطع دائما تنطق وتكتب أينما كانت. أما همزة الوصل لدينا حالتان: كننطقوها وكنكتبوها فقط إذا كانت في أول الكلام، وكنكتبوها ولا ننطقها إذا كانت في وسط الكلام. ما معنى هذا؟ مثلا لاحظ هذه الجملة: لاحظ هذه الجملة، إذن تابع معي في هذه الجملة. إذن أين هي همزة الوصل وأين هي همزة القطع؟ إذن لاحظ، نعم جيد، هنا همزة وصل، هنا همزة وصل، هنا همزة وصل، هنا همزة قطع، هنا همزة قطع، وهنا همزة وصل. إذن لاحظ كيف هنا أيضا همزة وصل. إذن لاحظ كيف سأقرأ هذه الجملة: انتصر. إذن نطقنا هذه الهمزة لأنها جاءت في أول الكلام، في أول الكلام. انتصر. إذن لن أقول الجيش، لن أقول الجيش، إذن سأقول انتصر مباشرة من هذه الفتحة كنقز لهذا السكون تاع اللام. إذن همزة الوصل لا أنطقها لأنها جاءت وسط الكلام، إذن هنا نطقتها لأنها جاءت في أول الكلام، أما هنا فلن أنطقها لأنها جاءت وسط الكلام. لاحظ: انتصر الجيش. إذن لم أنطق لم أقول انتصر الجيش، إذن انتصر الجيش. إذن مباشرة من هذه الفتحة تاع الراء نقزت لهذا السكون تاع اللام، إذن همزة الوصل لم أنطقها لأنها جاءت وسط الكلام. إذن انتصر الجيش في المعركة. إذن لاحظ في مباشرة نقزت عاوتاني لهنا السكون تاع اللام، في المعركة. إذن همزة الوصل لم أنطقها لأنها جاءت وسط الكلام. انتصر الجيش في المعركة. أخذ، إذن أخذ همزة قطع، إذن تنطق دائما ننطقها.
أخذ القائد. نلاحظ هنا هذه همزة الوصل جاءت وسط الكلام، إذن لن أنطقها مباشرة من هذه الفتحة نتاع الذال، أمر للسكون نتاع اللام. أخذ القائد بزمام أيضا هنا همزة الوصل لن أنطقها لأنها جاءت وسط الكلام مباشرة من هذه الكسرة نتاع مي، انتقلت لأل نتاع اللام. بزمام الأمور، بزمام الأمور، إذن هذه لم تنطق لأنها جاءت وسط الكلام. أتمنى أن تكون قد فهمت الفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع. همزة القطع تنطق وتكتب دائما، إذن هنا لم أنطقها ولكننا كتبناها، أيضا هنا لم أنطقها ولكننا كتبناها، إذن تكتب ولا تنطق في وسط الكلام، وتكتب وتنطق في أول الكلام. مثلا انتصر، إذن كتبتها ونطقتها، هنا كتبتها ولم أنطقها لأنها وسط الكلام، هنا كتبتها ولم أنطقها لأنها وسط الكلام، هنا كتبتها ونطقتها لأنها همزة قطع، وهمزة القطع تكتب وتنطق دائما. هنا كتبتها ولم أنطقها، أعيد قراءة الجملة. انتصر الجيش في المعركة، أخذ القائد بزمام الأمور. إذن همزة الوصل لا تنطق في وسط الكلام ولكنها تكتب. إذن هذه هي همزة القطع وهمزة الوصل. الآن متى نكتب همزة الوصل ومتى نكتب همزة القطع؟ إذن لاحظ معي في الحروف دائما تكتب همزة قطع، إذن هنا في الحروف دائما تكتب همزة قطع. أما بالنسبة للأفعال ففي بعض الأحيان نكتبها همزة وصل، وفي أحيان أخرى نكتبها همزة قطع. إذن متى تكتب همزة الوصل في الأفعال ومتى تكتب همزة القطع في الأفعال؟ إذن لكي نفهم جيدا، إذن تكتب في الأفعال، إذن لدينا الأفعال، إذن الخماسي والسداسي، الخماسي والسداسي دائما همزة وصل، في الخماسي والسداسي دائما همزة وصل، سواء كان الخماسي في الماضي أو في الأمر. مثلا انتقل، انتقل، في الماضي همزة وصل، في الأمر همزة وصل. أيضا استخرج، استخرج، دائما همزة وصل، لا في الماضي ولا في الأمر. إذن في الأفعال الخماسية، إذن تابع معي جيدا، في الأفعال الخماسية والسداسية إذن دائما همزة وصل. ثم بالنسبة قدمنا الأفعال الرباعية، في الأفعال الرباعية دائما قطع، في الأفعال الرباعية دائما قطع. الآن بقتنا الأفعال الثلاثية، الأفعال الثلاثية كاين بعض المرات كتكون قطع وبعض المرات كتكون وصل. فوقاش كتكون قطع؟ في الماضي، ماضي الفعل الثلاثي. وصل في أمر الفعل الثلاثي. إذن أعيد الأفعال، إذن متى نكتبها همزة وصل ومتى نكتبها همزة قطع؟ إذن خاصني نفرق الأفعال حسب عدد الحروف، إذا كان خماسي أو سداسي إذن هنا دائما همزة وصل، في الخماسي والسداسي دائما همزة وصل، إذا كان رباعي دائما همزة قطع، إذن تكتب دائما همزة قطع. أما إذا كان ثلاثي فكنشوف إذا كان في الماضي غادي ندير همزة قطع، وإذا كان في الأمر غادي ندير همزة وصل. أتمنى أن يكون الشرح واضحا. إذن لاحظ، أكشف وأكتشف وأبني، ولاحظ عناصر الجدول ثم أجيب. إذن لاحظنا عناصر الجدول، كيف كتبت الهمزة في الحروف؟ إذن في الحروف كتبت همزة قطع، قلنا كتبت همزة قطع. أبين نوع الفعل ثلاثي أو رباعي، إذن انتقل فعل خماسي، استعمل فعل سداسي،
أمر فعل ثلاثي، أكرم فعل رباعي، أضرب إذن هذا فعل ثلاثي فقط مصرف في المضارع، اضرب هذا الفعل ضرب مصرف في الأمر ثلاثي، أكرم إذن هو الفعل أكرم فعل رباعي، أكرم إذن أيضا فعل رباعي. إذن وزمنه ونوع همزته وهمزة مصدره. إذن انتقل هذا فعل خماسي، إذن كتبت همزة وصل. انتقل أيضا في الأمر همزة وصل. انتقال أيضا في مصدره همزة وصل. إذن تكتب همزة الوصل في الفعل الخماسي سواء كان في الماضي أو في الأمر وأيضا في مصدر الفعل الخماسي. إذن دائما الخماسي همزة وصل سواء في الماضي والمضارع ولا حتى المصدر دياله. ثم نمر لاستعمل. استعمل نلاحظ استعمل هو فعل سداسي. استعمل إذن هنا همزة وصل، إلى حولناه للأمر استعمل أيضا همزة وصل، لاحظ المصدر ديالو استعمال أيضا همزة وصل. إذن أيضا في الفعل السداسي قلنا تكتب همزة وصل دائما سواء في الماضي ديالو ولا في الأمر ديالو ولا حتى في المصدر ديالو. ثم لاحظ الفعل أمر. أمر هذا فعل ثلاثي مصرف في الماضي، إذن همزة قطع. إذن الفعل الثلاثي في الماضي تكتب همزة قطع. أكرم. أكرم هذا فعل رباعي وتحدثنا عن الفعل الرباعي دائما همزة قطع. ثم أضرب. أضرب هذه الهمزة هذه نتاع حرف المضارعة، إذن هذه حرف مضارعة همزة قطع. اضرب لاحظ الأمر نتاع الفعل الماضي اضرب، إذن همزة وصل، الماضي نتاعو همزة قطع والأمر ديالو همزة وصل. أكرم هذا رباعي إذن قلنا دائما قطع. أكرم إذن دائما قطع. ثم أمر مصدر الفعل الثلاثي همزة قطع، مصدر الفعل أمر أمر مصدر الفعل الثلاثي همزة قطع. إكرام مصدر الفعل الرباعي أيضا همزة قطع. إذن أعيد، تكتب همزة القطع في جميع الحروف، إذن الحروف دائما همزة قطع، وتكتب في ماضي الفعل الثلاثي، ماضي الفعل الثلاثي والفعل الرباعي سواء كان في الماضي أو في الأمر، ثم مصدر الفعل الثلاثي ومصدر الفعل الرباعي، هذه هي همزة القطع. أما همزة الوصل تكتب في ماضي وأمر ومصدر الفعلين الخماسي والسداسي وفي أمر الفعل الثلاثي. إذن هذا هو الاستنتاج. تكتب همزة الوصل فيما يلي أمر الفعل الثلاثي ذهب اذهب، إذن همزة وصل، خرج اخرج همزة وصل. ثم ماضي وأمر الفعل الخماسي والسداسي ومصدريهما، إذن في الأمر نتاع الفعل الخماسي والماضي نتاع الفعل الخماسي والأمر السداسي ثم ماضي السداسي وأيضا في المصدر ديالهم نتاع الخماسي والسداسي. بمعنى الخماسي والسداسي لا سواء كانت في الماضي ولا الأمر ولا المصدر دائما همزة وصل، لأن الخماسي والسداسي ما عمرنا كنديرو همزة قطع. انتفع إذا لاحظ همزة وصل. انتفع الأمر ديالو همزة وصل. انتفاع المصدر ديالو همزة وصل. ثم الفعل السداسي لاحظ استخرج همزة وصل. استخرج إذا هنا راه في الماضي، استخرج هنا راه في الأمر همزة وصل، استخراج هذا مصدر إذا همزة وصل. الآن نمشيو لهمزة القطع. تكتب همزة القطع فيما يلي في كل الحروف المبدوءة بهمزة، وما هادو في جميع الحروف كما كانوا، إذا كتكتب همزة قطع. وفي جميع الأفعال المضارعة مع الضمير أنا، أضرب أكرم، إذا المضارع مع الضمير أنا كلها تكتب همزة قطع. ثم في ماضي الفعل الثلاثي المسبوق بهمزة ومصدره، إذن أخذ أخذ، أكل أكل، أمر أمر، إذن الفعل الماضي الثلاثي إذن دائما في الماضي ديالو والمصدر ديالو تكتب همزة قطع. وفي الرباعي المبدوء بهمزة وفي أمره ومصدره، مثلا أكرم أكرم إكرام، أسرع أسرع، إسراع، إذن دائما في الرباعي همزة قطع.
إذن إلى هنا تنتهي إذن إلى هنا تنتهي هذه الحصة، وهي حصة الإملاء همزة الوصل والقطع. إلى حصة مقبلة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.